أفغانستان تحتاج أقل شيء 7 إلى 10 سنوات كي تستفيد من هذه الثروات، يعني لاستخراج هذه الثروات. وكذلك أعتقد يعني هذه الحكومة جديدة، ما زالت جديدة ولم تتمكن وليست قوية يعني بقدر تستطيع أن تمنع يعني طمع بعض الدول في أفغانستان. فيعني أحتاج يعني المواطن الأفغاني البسيط يمكن أن يستفيد من هذه المعادن بتقنيات تقليدية، يعني بشكل بسيط ممكن كما بعض الناس يقومون باستخراج المعادن الأحجار الكريمة وغيرها بشكل بسيط من الجبال، من أعماق الجبال. نعم، يعني من بالتفجير. بالتفجير نعم ممكن، ولكن يعني كي يعني نؤسس حكومة قوية بمستوى العالم، يعني باقتصاد قوي ومثل هذه الأمور، نحتاج إلى أقل شيء 10 سنوات. وفي خلال هذه نقطة مهمة جدا لابد أن أشير إلى ذلك، فماذا نفعل في يعني قبل أن نكمل هذه العشر سنوات؟ فنحن نحتاج إلى المساعدات العالمية، لا يعني لا يتركنا الدول بهذا الشكل. نحتاج إلى المساعدات الإنسانية كما ذكر أخونا. أفغانستان الآن أكبر تحدي أمامها مشاكل اقتصادية، ففوق 90% من الشعب الأفغاني يعيشون تحت خط الفقر، فهذا الأمر مهم وخطير. مخاطر المجاعة وغير ذلك. فالآن نحن نواجه الآن الكارثة الاقتصادية والكارثة الإنسانية. سيغنيكم الله من فضله إن شاء الله. شكرا جزيلا لوجودك معنا، الباحث في شأن الأفغاني نصرة الله ظهير أمين، شرفتنا كالعادة في سبيل الله.